بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ما بعد. أيها الإخوة، ودرسينتي كتاب كاني 100 حديث للحفظ وأنا أطلق لي دأيرتا يا والدينتا يا معلمينتا يددك دون يا إني برتان أحاديث كوبان أو صحيحة أو سك كوبان هدنا لو أقري وحن نسوق أني حديث ككوبي يا صدرات وأنا درسي أني تضبط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. حديث كما حصص الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة وحليه نبي جايل صلى الله عليه وسلم لأن أقول إن أنكو قوله، يعني إن أنهم كو هدلو سبحان الله كلمة ذا، والحمد لله كلمة ذا، ولا إله إلا الله والله أكبر أيا أحب إلي وحأني لأكت إذا اللوك القعي البذيهي مما طلعت عليه الشمس وحي قرحي أصوب بحضي أوردن وح الله وحي قرحي أصوب بحضي الدنيا أو الذهب أو دولار أو النوع والبأبة وحن كتش على إذن كلمات كان كو قوله في معناه ما يشكو جرا إنا واب مركو بريو إنا كلمات كان إلهي إوافتشيو أو أيقا أن أقريو إيا إن الدنيا أوردن لإيسو حريو وحال إلهي أكتي سكتش على إذن كلمة الله إوافتشيو تلو يا أقريا سويدي ما أقري ذي ساك ما أقري ذي هذا أقري هذا أقري سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. سبحان الله إلهي عيب ملي والحمد لله ما هذا لنا إلهي كلجي ملي ولا إله إلا الله ألا حق لو عابده كون كني موجود مأهن إلا الله ألا حق لو عابده عبادة حق أوله تبارك وتعالى مجر إلا إلهي مين تبارك وتعالى والله أكبر من كل شيء شيء والبنى إلهي باكوين كلمات كائن لقوافتيو وأكد عيسته أيا وحولي هي أحب إلي أنيغا أكتا إذا لوك القعي البدي هي مما طلعت عليه الشمس وحل وحي قرحي أصوى بحضا أوردن بركي حديثك وحن صارينا يا إن الأذكار تبرنا عرورتنا أنا عرب كان أنا أذكار تبرنو وأن واقو مركو بريو إيا قربكي دعاء محال الدعاء ذا نسك ورا الله أقريه أذكار الصباح والمساء إن مر والبيان كده ذا الله وليبا كلمات كاسا يقع وكنز عجيب ذا ويان حديث كصدن يلا بات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. حديث كان الإمام مسلم أي صوصاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحليه أبو هريرة نبي جايدي صلى الله عليه وسلم من حمل قفك الناس وقات قفك الناس وحنبارتو الناس وقات علينا هدان مسلمين نهي مسلمين هدان نهي علينا دوش يلا هدان مسلمين نهي قفك الناس وقات السلاح هب أما قري أما توري أما مندي أما سكين أما بود وحدون هنغض أما دقح وح الله وحي قف مسلم وحيالا قفك الناس وقات مسلمين هدان نهي فليس منا أنك أنك مدماها سنة يدى كمتا أجنبه النبي صلى الله عليه وسلم دريق يدى كمتا أجنبه النبي عليه الصلاة والسلام حديث عظيم ومن غشنا مسلمين هدانا يقف كنا خيانة بيع أنه خيانة مركب أحلى كلا إيب سنة وحكا استقو خيانة
نوعي نغتما هن نغتئه نوعي دون هن هاي هن نغتئه قف كنا خيانة فليس منا أن نجا مد ما خيانة ذو واحد بيجشة كلمة ذو خيانة يجشة فعلك خيانة وقرا بيعمشترك حلو خيانة قران وهكذا من حمل علينا السلاح مسلمين دانا يقف كهوب نصو قاتا فليس منا أن نجا مد ما معظم الأزدك مسلمين تمانتي أرجع حينية إيه هوب كوسو قاتنا إياه قبائلك قبائلك أسو قادنا يهوبك كوا اسم الدين شغل يا مسلمين تكلين يا مال والبكلين يا مثلا باسم الدين كلين يا كل ذلك وعيدك بيسوق ذكر يا نعوذ بالله تبارك وتعالى من حمل علينا السلاح هدي أنو أنقلنا هاي مسلمين قف كهوب ناسو قاتا أنقا نقا مد ماءها سنة النبي محمد نبري بكية كمنا تقنا عليه الصلاة والسلام ومن غشنا قف كنا خياننا فليس منا مرك عروت يعنينا نبرنا غش كي خيانه ذي حرام تاي إن مس إن لا يسلايو حق در الله يسكون لايو ديك حق در الله وداديو إن حرام تاي وهي حق الشرع يا الله قدام بينا يا بإذن الله تبارك وتعالى حديث كصدنا يصدح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان إذا مات الإنسان انقطع إن قطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يا الله ما أعظم ما حكوينا بهذا الحديث كان رواه مسلم مسلم بصوصري حديث كان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة وحليه نبي جايري عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان قفك هدوء لنتو انقطع عمله عمل كيسو وقعية مردو قفك لنتي صلاة دم بمتكن أيو صوت دم بمسوم أيو صدقة دم بمبحسن أيو وهكذا انقطع عمله إلا من ثلاث صدح عمل لكن مقو أيام أصدق قفك قبر كتيرة أي كنتدو أغوش بميسا كنتدو آخرو لعقب أغوش أجرب أغوش بميا كنتدو آخرو قبر يسا أي الله نورنا يا مالين تقيامة أي كبت بادية ما تشعش صدح ذا إينا دو قاتو صدح ذا إينا دو قاتو ما تشعش هاي لكن شقاء أذك بيك هاقا باهمت هاي شقاء أذك بيك هاقا باهمت هاي شقاء يدقف والبوضة جارك دتك وذا جارك رانا ماها ربك ويديس إنه كودره كوا أيق قبر جود كتيره أجر كوس عنايو مشارك كوس عنايو قبر جو أبو إيمانايو لاجو إفتيمينايو لاجو نورينايو حدق لاجو سمينا يضيح عن كل اللهين إله كوا هنقدر تبارك وتعالى مرة بعد ما تشعشينا دقيتو هذا نكون شيء يا فير هذا إلا من صدقة جارية صدقة أن كلا جئين أشياء ما جورت اللي يقال نقف كصدقة استئنتوا نولا مساجد بعض استي أنت اللي قلت كان يو عال بعض قضي أنت بيس اللي عبيو وضع ذي بير بعض وقفتي أنت من هذا اللي عنايو حتى شنبرت عنايسة شنبرت قول لي ذا إيو كبر ري ذا إيو حتى شنبرت عنايسة حتى قف كمسافر كيسك الصعدة حولها عنيا وحيالها عن دول دولة هوامت دول دولة هدي وحكا عنان مال انت قيام ميزانك حسناتك اذيقو قبرك كجري صدقة يكون سعريسا الله أكبر إلا من صدقة جارية صدقة أنك لقعين أو صدقة جارية اللو يقانو قفك صدقة استه فهنيئا له أصله القبر يكون شروع مشاركه صعونية لبو أو علم ينتفع به علم بعد ضبرت اللي هو انتفاعي بمعنى كتاب القرطي كتابك أنت الله آخر سنة يأجر كما يكون صعوني محاضرة ضيكتي محاضرة ضاسي أنت اللي دقي سنة يلا داوانا يأجر باكون صعونية هذه السعودسي علم قدونها نغذي علم الدنيا آخر با علمك أي ابن آدم كفى إذا يستان أو أي إن كو انتفاعان أذيك ونقبا كو صعونية لكن علمك أو عجائب سنوى علمك دينته قرآنك إيا السنة
إذن علماء المسلمين تا يا بل علم جاي نوقة تجين فيري هدا أن أقرأ إنه هدا أن أقرأ إنه حتى كتاب كان أن أقرأ إنه للي يري يري يربى يسكسو أروري بقول حديث بخاري بيجلان مسلم بيدح جلان كدي بي دور حديث بقول حديث يا بقول يا بقول كله أيوار كان بناء برشاد إلى أنفع أسيليين أي سوء أوريين أجر موسع عنا يا أنت بقول كحد لا أغرنا يا إلهي أنا قدر تبارك وتعالى كو علم اللي قد حلو كتب اللي قد حلو علم اللي قد حلو إلهي أنا قدر تبارك جل وعلا وتن دايك وديانك ولي ديار موت هنا القول ذا قدر متو شقي أباهن تاي مركا ميتك أقدم بيا أو ولد صالح يدعو له ما أهنه الموانا كسنبا تربيسي الماء أياد برباريسي دين تدكو برباريسي قرآن تدكو برباريسي سنة تدكو برباريسي تعالك النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعالك الله تبارك وتعالى تعالك مسلمين حصوص الشدى مالين تقيامه قف عبادة أهل عبادة أبد كسو سارتي قف أهل الطاعة أبد كد لاش إنو نغضو إلهي نواك وافتشي إلهي نواك أقبري إن الله إنت القبر كجرته كاسا كوسا دعيني ها وكوسا دعيني صدقات كوسا دحيني اللهم اغفر لهما إلهي هو يدي أبي أن حريسو صدقات بكو بحن وحبو كو وقفي إنت أشقين أيو شقضا قيبت كل هذا السيارة وحبا لقى نسخة من ما أذكر وحبا لك أجل نسخة من مهيو الحمد لله وهذا واذي وإذا صدقة جارية إلى السميس وهذا واذي وإذا علم لك أجل حلينا تكتلته ما بربارين كرتا علمه ما أنت علمه أنه محاكو بربارنا عمتاء عبيتان يدر محاكو بربارنا علمه أنه علمه أنه سيئوك وسدع مركا أنه كتقني قابك تربية الله قلت لك المحادة عي علمه أنه يكر نقول لذان أو أي سكر لغو ريدان أو أي مدحلو لغو ريدان أو سي مركا يريرايين سانو غير فكريني أيغو سدن جراء إنا نو كفكرنو حيلو كريمنال وحكو جراء حبس وحبكو مقبلا يقرغو كورا حشيفا أساق باسدي حوالي راعيسا لأن أساس كي هوري إلا من رحيم ربي إلا عدو ألاو أفتشيم ويان أساس كي ورأيات كتكتي تربية الخلط كيف أمسيني المكوري ولا دراية دل واتكوري سي محاكا دنبية تاوى يمد لدون يوالد والباء إنو كو حساب تمو معلم والباء إنو قابك وحو التربية يو الموالد كو أنفع إنو كو دذال إلا يصوب حمد الله تبارك وتعالى ولذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حيري إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له حديث صدني أفراد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم حديث وحصوصار الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة وحليه نبي جايري عليه الصلاة والسلام لقنوا أرها موتاكم كوين لمنية لكن ملكم موت قف كسو حاضره قفك أدرت إلي خلاص نفط كسي بحيسو إلى ضبا يقانو أدو يقانيه وحاد أكتيس انت صوفري ستان أما شوي ستان وحضضان لا إله إلا الله كلمة أكو أقنها محادعة نبي قال صلى الله عليه وسلم حوليه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قفك كلمة أدن بيسا عرب كيسا كسو بحيسا أي نقطة لا إله إلا الله خاتمة وناك بيت الماميسا حسن الخاتمة بي علامة يدري الأتاي الله وحان ويدي سنية تبارك جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفات العلى إنه حسن الخاتمة ونقدره عرب كي يلي الكلمة أدن بيسا كسو بحي سنة وكبره لا إله إلا الله محمد رسول الله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله قل لقنا كوين لمن يأو أكتو ذا كلها
لا إله إلا الله. ولذلك ما نبي عليه الصلاة والسلام واليهود يدرس أهيان بحن صلي كاسو نبي أنتو صابق لي أيجر يا غلام قل لا إله إلا الله وروحد هذا لا إله إلا الله ويلكي أبيه أدو تغناب فيري مركاسو ننكينا وحكويري أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام نبي محمد وركي سقاو مركاسو ويلكي وحولي لا إله إلا الله ثم مات وارنتي مركاسو نبي أنتو آذو فرحي أيجر الحمد لله الذي أنقذه من النار إلهي وحمد إسكال النار كبدبادية إذن كلمة وكلمة أدونك الله صادري وكلمة أنبياء الله صادري قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وكلمة إسلامك الله قصة قالوا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى وأن الجنة وأن النار يعني إلهي تبارك وتعالى وحوب الله قد نجنة قرمي قفك كلمة أدن بيسا الدنيا ذهدو كربح وجنة قليو ولو نار بها الله سوء أبا المرياء ودن بها الله قصر دخي لكن نار تكواري أدي ذيسا وكلمة أيها الأحبة لا إله إلا الله حديثك صدن يا شراب وأنا حديثك أودن بأي الدرس جينات الضباد منت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه مسلم حديث كان إمام مسلم بصوصاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة وحليه نبي قايري عليه الصلاة والسلام من كذب علي قفك أنا قول نبي محمد يقول بين أبورته ووحانا أنا قلت لهين إيتيريا أو إلى هذا النبي قايري عليه الصلاة والسلام متعمدا أصغر كس إيا أركعنا أسامين إيا أو هلمان إينا أهين أما عرب كغردعين أما لغو قصبين وإكراه أسانهين قف لغو قصب أسانهين إلى آخره متعمدا كسب أوليهي وأبيهي حديث كنين أسان نبي قدهين صلى الله عليه وسلم لكن باس وكب حسن إيا وحدينا يا إلا دو حما قرن إيا لا إله إلا الله لا أعلم به لا أعلم من العلم وحن ما قرنا علمي كمتاي بل ونصف العلم بل ونصف الدين تعلم لا أدري فإن قلت لا أدري علموك حتى تدري وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري وحد برتا وحن ما أقانه وحن ما أقانه برا فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا الجرنين عنو ماذا ويدي لكن كبرياء انتوكو قالو انتي وحلق ويدي يا إلا الإسلاح هذا انت عطيه إلهي مقارنا يوحون شيء ونبي محمد كبان أبو رسول الله عليه وسلم وأرين خطرة وحضنقون يسال لكع بنو لكع كبان أبو رنشري أحاديث رسول كدجنشري شاب كودا كدجنشري عليه الصلاة والسلام فلله الحمد والمنة عنو ما أي الناس وصاري قديما وحديثا كلا صارتا كلا شان ليسا أحاديثا صحيحة يمد ضعيف كيمد مكذوب على رسول الله هو النبي محمد وبين أبورتي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا هيه أبال كيسان دورينا نبي محمد با عليه الصلاة والسلام وحيلي فليتبوى وديار قروبه ديار قروب مقعده مكان كي باسكي او كلها من النار و او ديار باسكي او نار تا كلها و او ديار ايه ها او ديار قروب كل باو قل ايه ولذلك احذروا ايها الاخوة نبي محمد وحو سنين عليه الصلاة والسلام هكو بنا بوراني نبي عليه الصلاة والسلام لا اعلم ده هذا ده وحي هذا قرنين اما انا نبي محمد وحو سنين هذا ده هو يري ووحي الله اله اللي وقفه هذا إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأذنبت وأويوي إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم هدين هذا حلال وهذا حرام هدين نبي حلال يا حرام اللي تفتروا على الله الكذب أذقوا إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار الله تبارك وتعالى أسأل إلهي وحن ويدي سنة إنه قلبي أنه أفره
أحاديث رسولك تعالك نبيك عليه الصلاة والسلام دفاع السنة نبيك دفاع رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي إنو قلوب تيضا أفره عربك يغن أولي دي ريو سيأنو قد دفاع نبيك إي أحاديث بانت الود الدجين أيو نبيك عليه الصلاة والسلام أهل البدعة إي أهل الأهواء وما أكثر محابدي يؤذي آدي أبديهن أي الأحبة إنت أنك يكرم إنو درسي المتك حيا وحالي كيتك يا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.